مادام يشاغدون. ثقليعات بني حماد ترسلتن الفن اللبني وتلمسان ستصريتن ستصطيف اتلالن دم زرويس للوان يسن عثل لبهان كل غير نيموران يبهان سيثلاخث التريشين سقفري والنطير اذل الوان سقشال امسورن بشت سيغنام زروي ظل حضارث سدوني اسم الزليج. كم كاين فيه باحثين حتى فرنسيين؟ نعم. ولفان جورج مارسي تيراس هنري تيراس هذو يعني قبل هذا في الفترة الاستعمارية هم اللي درسوا الزليج وكذا وتكلموا قالوا بلي دي قلعة بني حماد كانت المهد لصناعة الزليج هنا وانتقلت فيما بعد العصر الموحدي واتسعت في بلاد المغرب العربي كامل وانتشرت. بخمية سيد سيلو سيدو لقلعة بني حماد أمكان مزورون التا تقليعة بني حماد ورنهانيا ثم دينة مصطيف يلاني لذيس ورزا وذك سقاس الثمانينات من يديس لقدر يعرمان نتلاخث غرنا تلمسان المشور باب القرميدين إلا أن تعود ذا البرهان يولي نتغاوسي وينا يا سيزيخ. الزليج عشر القرون سيد زوري ذا الفن يبهان نتلاخذ باش يوض غرث الوحين الفن سلقيمة ذا الذوق يشت والسيدين ذا الدق يغزيني زوران ذاكم الزروي نتزاير ما كنا نزر ونظفر يعني الزلي جيد غوصة قلان خفت جديمان تولغ رموز ذا الفن يا قلان يتيلي ديما ذي ثمز دوغين ذي خامن ذا العمران ذي ثمور ثنا يساغ اوذن ذا الرهطة قلان يجي سنعة ثامنة وثنين هويف نجمني أجازيري ماني إلا ما إلا زلي جاي لا يتوسن ذي ظهرين ثمور ثنا ثاني كل غير ما يتوسن سلخصوص ذي يعني ذي ثمز دوغين نغا خامن نتاذوذ ما قلان تبين متى تميزين الخصلة ثنا نوذان ذي ثنوا ذني تغوصا قلان نيلة نتلاي في الله ساسا إن ذنغ مس خليل بلهوشة ذا جنيور وذان غماس مرحبا سيك مس خليل. مرحبا زوف لولا بس بخير الليغ تنمير ذي غن تلاغم في دابور نتنيا يعني غير نخلف خير باش غاد نسنجو مس خليل يجبل جار في غامسا الارشيتكت نيرف جونيور ديال البنيان باش يتغاوس هذا السهل خليل السا يبغى اخي مع الرهط من البنيان نيشاويين سيزي خليل يعني شك في تورعات غريميرا يعني عند شنو هذه الزمانة جديدة فرار كل شيء جديد بصحة مين تميل ثقلي غير المزروي المزروي يعني متى ديني في الثمسة زدت ما هنبدو نوثلي غس الارشتكتور مي دان ليسونس الأصل تاع لارشتكتور الشاوي الارشتكتور مي date de fort longtemps en Algérie. Donc on peut par exemple citer quelques monuments. On a deux monuments en architecture numide. On a l'architecture funéraire et l'architecture royale. Commençons à l'architecture funéraire. L'architecture funéraire, le monument le plus connu, les voies, le mausolée, c'est Ndrassen Boumia, la commune de Boumia, fait Bathnet, un monument qui date de trois siècles avant le millénaire. ثلاثة قرون قبل الميلاد. Donc on peut voir par exemple que l'architecture numide elle est reconnue mondialement. Ce monument, le mausolée d'Imdrassen, est fait partie du patrimoine humain. Enfin, c'est les autorités algériennes en 2002 qui l'ont listé parmi le patrimoine humain. Donc architecture numide, نبدأ بالارشيتكتور النميد pour parler ensuite de l'architecture chaoui اللي هو ليسونس ميم اسمه ينبثق من سيرتو غير انني اشير النميدين يعني فغوسا قلنا تبين باللي يعني الجرت نستلى على سا نتف القرون قاعدان وعلى سا لان تفقليعين لان يقبورن هم يمدغس مكدين ناس قليل على سا لان يعني تغوسا قلنا سنعرف باللي ماشي تغوسا فسهل باش تينيث يعني العمران النشاويين
يعني تسمات غازات وبنفسها. سيد الحق سيد الحق. الأرشيتكتور دونك نوميد بوسيد ديفيرون زيليمون أرشيتكتورو. باغ إكزومبل أون لو شابيتو، لو شابيتو نوميد propre le midi, qui n'a rien à voir avec, par exemple, l'architecture romaine. On a tendance à croire que l'architecture romaine et numide se ressemblent fortement. Non, pas du tout. L'architecture numide, est, elle a ses propres caractéristiques. D'ailleurs, elle a l'imara romania, ou l'imara numidia, encore une fois, elle est encore visible aujourd'hui. Par exemple, les autorités algériennes d'aujourd'hui, qui essaient de préserver et de restaurer ce patrimoine algérien tout d'abord et humain ensuite. Et pour revenir à ta question, Zamil El Khayer, donc l'architecture numide, elle est encore visible. Fait Takliath, par exemple, Takliath El Mena. Takliath El Mena, Takliath Ouzga El Gantara. Elle est visible par les éléments taha, les masses et les petites ouvertures, l'orientation, parce que l'architecture numide se veut être une architecture bioclimatique. Il y a bioclimatique, c'est-à-dire tahafad yabad ala taha. اسمها هي ما تستهلكش طاقة كبيرة وتحافظ على درجة الحرارة في المنزل وما ما تلوثش بزاف. اسمع مسخالي اللي نخدم لي تسلقيسه قال نتمدور في المودان ديني تبدا بقذرار تسمى لازم غادي يخدم اخام على حساب المحيط لنا على حساب الجو على حساب المحيط. يحلى يعجبني وسقسي لك مانيفيك صح الانسان كما نقول الانسان ابن بيئته. Donc on a par exemple l'architecture l'architecture al-Chaoui qui est propre à l'environnement Chaoui. Taqliat al-Man'a par exemple, Mena, elle est construite sur une colline. Là tu vois les gens les zaro Man'a madinat Man'a Flouras, la région de Flouras, elle est construite sur une colline. Par exemple même chose que si on part par exemple à Ghardaya. Ghardaya par exemple, même chose Taqliat Afoun par exemple, Timimoun Faoun par exemple, elle est construite aussi sur une colline. Sirta, la capitale humide, elle est construite sur un rocher. Donc l'environnement ici, il est très nécessaire d'observer l'environnement. Parce que, et pourquoi par exemple les humides avant construisaient sur des rochers, sur des collines à la wache خسر واحد يفهم على واش ما غير تصير تقيم بنادك خمي علاين على واش لا سول اكسبليكاسيون بوسيبل سي كو سي بور بروتيجي لا بوبولاسيون دي انفازيون اي دي زانفازيون باش يحمي الهجومات ذي براني لا شال الهجومات ذي براني. Et puis, et tout, c'est vrai que l'architecture, par exemple, l'art architectural al-Chaoui, Fimena, on remarque que, par exemple, comme sur la photo, par exemple, Le style visible à travers les ouvertures. Ça, on appelle ça en architecture, ça c'est la façade urbaine. Façade urbaine. لازم مفاني على انها ما المناطق الحضاريه المناطق الحضاريه. اذا هذه الواجهه العمرانيه دونك لا فاساد اون ابيسا لا فاساد اوربان لي سا سو لو سكاي لاين. دونك نشوفوا لو ميناري تاع لا موسكي توجور لا موسكي لازم جامع تاعنا مليح مره العالي سي ان بوان هذا يسميه سي ان بوان دابيل سي ان بوان دابيل الجامع كي ان ليو ساكري في الثقافه نتاعنا في المجتمع نتاعنا هو العالي خلاص هو سي ان بوان دابيل هو اللي يكون العالي من تحت سي لي كونستركسيون وغير نروح ذا ما يعني ها مثل القرون قيادان وهلا سا قيمه الشرف يشير يعني التراث يعني الاثار على ساق من مثلا غوفي 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 في لا ريجون شاوي يعني ما تيتميزن تصور فان ثاي مثلا مسخالي المغرقي ما لا سا يعني فغوسا قلان تجي تفحصن يعني ولا سا تبان الحاجه الاولى اللي تتميز ممكن تميز هنا سي لا دونسيتي تاع البنيان متحشر في بعض سي لا دونسيتي لاستكشن فان لاستكشن نيد او بيان لا ارشيتكتور الشاوي ولا قبيلي ولا سي لا دونسيتي بعض مثلا في الصحراء بعض في بعضهم صح
ديشاوين لاسقين في بعضهم بزاف لاسقين لي كونستركسيون لاسقين في بعض. اتونسيون كومام il y a des bâtisses, enfin on a pu observer par exemple que il y avait des bâtisses assez vastes, assez, c'est-à-dire l'espace bâti il تماشى مع l'espace non bâti. هذا c'est beaucoup plus, on a constaté que c'était les bourgeois, الناس اللي عندهم يعني اموال ولا اراضي ولا هذاك الوقت اللي كانوا يسبرميتي de construire par exemple une demeure kbira مع un jardin مع مثلا ويهما ذا القريه في جسك غير ثمرتنا بنتي داني خمت ونماس مس خليل طلع كي من زمان قدام بصح تيلين حتى قبل خدمني ذي الطوابق ما يقارن ثقليث على سا يمس لي زيتاج دي سابق الى انا صح صح بوكو دي تاج سي فري كون كونستاتي كو que il y avait des bâtisses وين عندهم 3 étages même حتى il y a même des bâtisses اللي لحقوا حتى 4 étages mais ça encore une fois c'est il دل هذا الشيء يدل على l'ingéniosité le savoir-faire, parce que il faut savoir que le منطقه نتاعنا سعيد les compétences, سعيد le savoir-faire et سعيد le génie. C'est-à-dire les architectes de l'époque avaient cette maîtrise de la structure. Voilà. معناتها نشني نبغى نفهم برك قالت بنيخ يعني الهندسه اني اجني غرس الدور ذا مقران باش غا يحافظ في الطبيعه اني غفرت اني خامني شويا ولكن ثانيه يسيغ الحصان في وخام يا اخي بس خليل يعني تمتت غوسوينا قلان تجان تخام ديما يحصن يعني متى تميز الخام باش غيقيم ديما يبديلها. Alors, encore une fois, le Chili ممكن يميز l'architecture, enfin la maison chawi des autres maisons. Encore une fois, c'est, je dirais pas, c'est la structure, parce que la structure elle est en bois et c'est partout comme ça. Par exemple, la région منطقة القبائل, c'est la même structure. منطقة المزاب, c'est la même structure. Timbimoun عند زناتة, c'est la même structure. Les Touaregs, alors là, les Touaregs, non, c'est pas presque la même structure. ولكن donc je dirais c'est peut-être les façades hein. C'est les façades chez l'habitat chaoui. On a deux types de façades, on a des façades un tout petit peu lisses les huma jayin fi une zone les mahish arides, c'est-à-dire mahish ma fihach bzaf la sakhana bzaf ou kan jshar, ou les façades un tout petit peu jayin fihom hajarat sghar bach hada ykriou dhal. Il a remarqué. Donc il chauffe des zones, des zones arides. On chauffe encore une fois. Hada ibina belli l'architecte chawi كان عنده لو سافوار فار على واش ندير الفاساد فيها حجرات خارجين ويدير الظل ظريف لانه الظل هذاك راح يبرد لا فاساد دونك دو سو في يبرد الدار لانه كي الشمس تضرب في الفاساد ليس ما كانش ظل ولاش الظل ولاش الظل دونك هنا راه تيصرى لي لا فاساد اونفا لا باروا فا شوفي هم ذاي اساس الدار هذاك تسمي اساس الدار قرنا اساس النخام اساس النخام دونك شوف هذوك لي بيار بوركوا ديجا بوركوا لو سوباسمون اي لي في اون بيار ديجا دو ان سي بور رونفورسي لي باروا داكور parce que là c'est une structure traditionnelle, c'est les murs qui portent la structure. Enfin, on a quelques piliers tenus derrière en bois, mais beaucoup plus la charge elle est répartie sur les piliers et sur aussi les parois. Donc la construction, le soubassement en pierre, ça permet de renforcer les parois, la sestraham, et donc la pierre radique, elle va créer de l'ombre. راح دير الظل دير الظل دي في لي وقلان يقصدي دير وسط الظل الصغير اللي ديروا لا بيير هذه والظل الصغير اللي ديروا لا بيير الاخرى ولا بيير سي تو اديسيون لو تو راح تخرج لك اون زون امبري هذيك لا زون امبري هذيك راح تبرد لك لا فاساد لا اونكور اون فوا شوف لانجينيوزيتي استفاد استفاد نوذان واستفاد ثانية خام ثانية اللي يسمح غير خام الداخل باسكو سافا كي تكون عندي اون فاساد انا امبري دونك الداخل سافا بيرماتر دو روفرودير لا ميزون الداخل تبرد الحالة اي بي اونكور اون فوا هادي سي لاركتيكتور بيو كليماتيك اللي اليوم اجوردي توداي هاو تو سيت ان انجلش توداي يقولوا لي زاركتيكت
توعنا في الجزائر اللي راهم يتحدثوا باللغه الانجليزيه، يتحدثوا باللغه الفرنسيه، يتحدثوا باللغه العربيه، وهذا الشيء يعني الهندسه لازم الطبيب لازم باش غتصنف كل شيء، لان الهندسه ماهيش لغه رسم ولغه قلم برك، وانما المهندس المعماري لازم عليه يتقن ثاني اللغات لانه لازم يبيع حتى نرهط من البيبان باب سي ولا سي اونكور فوا سي زوفيرتور، لي زوفيرتور ماهمش كبار بزاف. لا هذه اونكور فوا هذه باش تقن ثاني الباب مزال وتقن الباب مقران. الباب مقران وي الباب مقران اون غوتروف لي غونت بورت هذوك وين المكان وين باغ اكزومبل البلايص اللي وين يستوكيو فيهم البيطا يستوكيو فيهم. بس سينون لي بيتي زوفيرتور هذيك سي سا سي تيبيكمون بربر. هذه c'est des petites ouvertures encore une fois هذه تعاون c'est ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique. Pourquoi des petites ouvertures déjà على l'intimité نحن المجتمع نتاعنا محافظ خير لا لازم محافظ petite ouverture باش تبقى l'intimité تاعي لانه اخام تاعي ما تشوفش العربين علاش نغلط لا و deuxièmement c'est pour باش ما تخرجش باش ما درجه الحراره الداخل تبقى هي التقيم ما تبرد بزاف ما تسخن بزاف تسمى قلنا التقيم في الصمد غير داخل و المشتا تاعها في الشمس يبقي يدفى اكزاكتو بس خلينا نطلع ثاني باللي يعني ما شتا ولاش البيطون الحديد همين وخامنت بند حسنا يعني سوليد alors solide حسنا الميزان alors الميزة سي الخير الميزة هي tout simplement c'est la structure. La structure en bois, elle est bien étudiée à l'époque aussi. Donc en fait, c'est les fondations. C'est les fondations. Les fondations, les maisons, c'est des fondations de pierre. C'est-à-dire le poids ta'adda, le poids ta'adda, il y a un trou, on creuse un trou, le wizn ta'akhama, هذاك راه يساوي نفسه اون بيير لتحت في الحفره هذيك دونك هل لي ميزون هذو حتى مام الحوش مثلا تفت بليديس ميم شوز ممكن الشيء اللي شفناه لي بارتي اللي ديغرادو في الوقت سي لي ميزون وما سي لي توا باسكو لي باب كري سيتي اون باي ومن لا تواتور ما كانتش مخدومه كيما مخدومه لا باروا كيما مخدوم باقي اخام دونك هنا باغ اكزومبل سا سي انتريسون هذا تاع زميلي في الهندسه المعماريه اسمه شمس الدين العمراني راهو يواصل في الدراسه تاعو في البانيا سي ان اتيديون بيور برودوي دو لونيفرسيتي الجزائريه ابن الجامعه الجزائريه يواصل الدراسه تاعو في المانيا وهذا مثال حول يعني كيفاش تطوير تحديث العماره النمط الشاوي العمران الشاوي هاتين في لسنا مطلع مطنس هاتين حتى لقى دراسات الجامعات الأوروبية لألمانيا دونك سي سون انيسياتيف مبادرة نتاعه هو حب هو ابن باثنث سمت باثنث من باثنث دونك هنا راهو هز لي زيليمون الاركتيكتورو لي بروبر لابيتا الشاوي وهادو يعاود يدرسهم ويعاود يطبقهم في البناء الحديث البناء الحديث اذا نقدروا نشوفوا كاينه التصويره تاع العماره نتاعو العماره اللي دالها لا كونسيبسيون تاعها اللي هي نشوفوها مخدومه باللي ميم ماتيريو دو كونستركسيون يعني مواد البناء نفسهم نفس تاع البيئه هذيك واللي ثاني تعاود يعني بنفس نفس النمط نفس كلش يعني شغل غلاينين العمران الشاوي متى يخسر يسوي ذلك ذي خليل تورفين تورف كاين اون اوتر فوتو هذه سي بون هذه سي لا كوب سي لي بون كاين اون اوتر فوتو وين تبين لك لا فاساد تاع لا باتيس كيفاش خدمها يعني باش تقدر تشوف الفرق بين اخام تقليعة المنعه واخام تاع اليابات تاع ماشي كيف كيف يعني ميم غير في قرن ثاني مثل هذه الفاساد مثل ثاني في السقف بساون لا توتور ذني ديما الا شكل
فهمتي لا لازم عليك شو رام تريونغ المثل ما قارن أنا لازم علي فرغم أنا صح صح آه. دونك يحلى وسقسينك آه. ويا وين تظهر اسمه في تحمس تخلي لا 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 ستون أوتر فوتو وين لا فوتو تاع 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 لا باتيس فينا سادير لا كونسيبسيون كيفاش تخرج لا فاصاد مي هذيك سي سي تري امبورطون لا فوتو هذيك فيها فيها باغ اكزومبل لي زيليمون تاع لاركتيكتور شوي سي لانتيميتي ياسي وفيها ثاني لو فيزافي اوكي فانا نقول لك اللي متحشرين هما دونك هو سي عاود عاود كيما نقولوا هز الزيليمون سي لي ميم زيليمون عاود هزهم وحطهم في الـ في الـ في السرس في الاخام تاع 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 درك اللي مودرن مودرن بصح حقين يعرفوا هذو لا نسقسي السقف على السقف السقف سي فغي دونك ما غير تلقينش بلا ماش الميرا الزيت ديما لازم اللي يفرغ شكل او كون وي شكل تريونجل تريونجل او كون فوا سا سي سي تيبيكمون او كون فوا سا سي لاركتيكتور بيوكليماتيك سي سي بور لا فنتيلاسيون d'accord c'est pour l'aération d'accord comme l'air chaud comme l'air chaud l'air chaud il sort il va être remplacé par l'air frais تاع برا donc encore une fois ni goûte la région chaoui les mazerin ثم بالخصوص الشاوي نتكلم على الاركتيكتور تاع الشاوي سعيد القدرات سعيد لي كومبيتونس سعيد لو savoir faire que ce soit en architecture que ce soit en musique que ce soit en peinture que ce soit ça c'est une fierté algérienne حنا الحمد لله في بلادنا غير نختانو وعن غير نختانو وعن تاعنا شوف كاين لابيتا شاوي لابيتا كبير لابيتا مزابي لابيتا ترقي لابيتا تروح للغرب كاين كاين الحمد لله ça c'est la diversité تاعنا c'est notre fierté وحنا c'est pour ça que donc les architectes d'aujourd'hui رانا نخدموا على l'identité architecturale locale انا غير نزرع مثال الهويه العمرانيه Chaque région, voilà par exemple, chaque région possède son identité architecturale. Ou hadi, c'est une fierté. Ou lazma ali nahnu ntazer nistoura. Nagma ici là. Yebqa. Encore une fois, qui tkellemna fi bidayat lhissa, tkellemna al l'architecture numide. Je vous dis que récemment, السلطات الجزائرية راهي قامت بشهودات يعني جبارة فيما يخص دي سبيسياليتي في لونيفرسيتي اون ايتي لونسي في الباتريمون ريستوراسيون سوفغارد دو باتريمون اركتيكتورال دونك هذه حاجة جديدة بكري ما كانتش تسمى مسلطين عليها الضوء ولكن درك ولات اون نيسيسيتي ناسيونال دو سوفغاردي لار نتاعنا الارشيتكتورال باغ اكزومبل عندك لا فيل تاع تيمكات سي لا دوزيام بلو غروند فيل رومان ابري روم في باثن في باثن يعني لا تشد يعني زولت لامباس عندك زانا البيضاء عندك باغ اكزومبل ضريح مدغاسل عندك سيرتا مازالوا لي روين رومان دونك حنا علينا نحافظوا عليهم حنا نبداو تسمى برواحنا حنا كمواطنين نحافظوا على هذا حتى امامك لي ثلاث تشيك حتى العمران نغخ من نمزاب مثلا نغرسك لنتغرداي سي ميم شوز دونك سي لي كولين كيما قلت لك سي دي باتيس اون فاس دي كونستركسيون سور اون كولين امبلونتي سور اون كولين وهذا الشيء يرجع عطيتك باش نميو رواحهم زيك من جال زيك اللي انت ما كان ثورات ديني الاستعمار عبراني ودي انت ما تيجين المزيغين سي زيك تحس اني ما نسن ذيك مكان يا لين صغير نقل من تثلاث حتى مثلا اني ما كلا نزاد تشوف النميرة ما يعد نعود اني تلاف سقف تخشى الموضوع اي خاطر شلان غير نقل انت قني ثبلا سنجدل ولا انا قاعد تقني في تريونجل لا تقلق قرن قنطاز قرن فرسلت يعني العرصة يعني كل تختلف الشكل العمران سوق غير غلو غير يعني على حساب بالك الجو اللي غمامك الوغ لي زيليمون ستكتشور انفان لي زيليمون دو ستكتشور كو سوسوا لي كولون لي شابيتو لي بوتر باغ اكزومبل Ça, c'est des éléments propres à l'environnement, déjà, tout d'abord, pour commencer, parce que, encore une fois, un pilier en bois, ce n'est pas la même chose qu'un pilier en pierre, par exemple. Ouais, mais il a, par exemple, une chauffe au fil Mena. Mena, par exemple, Mena, qui est une palmerée, mais je paye d'abser au fil, par exemple. Et une crêle. Donc, c'est tout à fait normal qu'une raison نحسوك جدع تاع نخلة هي هم فايي مساخ ولا باغ اكزومبل فايي يعني المثال يعني ما كنت تقال يعني
ما قلت تقاليس الشال يعني الطين ما يقارن يعني بصح par exemple la façade enfin le revêtement t'as la façade c'est ça c'est propre à l'environnement aussi hein. Donc que ce soit la structure la façade les ouvertures enfin les ouvertures c'est quelque chose de lié à l'intimité à la culture de la société avec les gens avec les éléments ébats t'as le bnian c'est l'arsa على بالك لا انا قلت حتى الجريد من الخل تسقفني اي تطول يسوى لي فوي تاع النخله يا بعد الوقت تاع النخله ولا جات يا بعد هذاك نستفوا هذاك حيكون بعدا فوالا راه شغل يكون عندك لا دال وراح تكون من الفوق هذاك سي لي باغيت هذوك اللي تحطوا فوق لا طاسيون بصح تراي نتيد يعني كنت في قصبين على حساب يعني كل غير ما يتوسن يعني يتعاون بالك ذي اكيد الدنيا شكتي ديما في ذي المواسم ما الا ذا نبذوا نغض المشتا على حساب سي فغي سي فغي سي فغي يا سي تان سافوار فير تقديم بزاف لاباس تقديم لاباس دونك اونكور اون فوا لي زيليمون اركتيكتشورال دوك سون ليي ا لونفيرمون اذا كان باغ اكزومبل كنمشيو شويه جهه تشيليا جهه الاخر ندخل ما كانش ندخل ولاش تيقلنا ادلس سنفه ادلس نسيت هذاك ادلس ندخل اري ادلس وتبدل ليه كل سكواس تبدل يتبدل وزعما غادي يقرموا هذا على كل حال سي فري ماشي ما كانش الاخر ولكن اونكور فوا لا توتور الي بروبر ا لونفيرمون اذا حنا لا ريجون تاعنا كان عندنا الاردواز انا كنت طلعت لا توتور تاعنا بالاردواز صح الحمد لله تاع سهلا الناس خليل بالهشات ما واش ما تخص الديني في يا قلال تبان سورتو ما تيعنان العمر انا يتغوص قلال لازم نحافظ في الناسنا بوكو صح لازم نحافظوا عليه امزروي نس صدق ذيم لاباس دونك سي نيسيسير دو سوفغاردي نوتر باتريمون اركتيكتورال سي نيسيسير اوسي دو ديتودي نوتر باتريمون اركتيكتورال خاصة نقراو على لازم نقيم ديما نحافظ لازم نحافظ على الباتريمون اركتيكتورال تاعنا بالدراسات بالعلم ولازمنا ايضا حاجه واحده اخرى لازم نكونوا فخورين سنفتخر بال بالعمران نتاعنا وعمران بلادنا هذا يعني وبوركوا با نكسبورتي لو سافوار تاعنا مثال احلام ذا مدوك لنك اثنى حياس يا لا صح انا قلت لك لازم علينا نكسبورتي لو سافوار تاعنا لازم في الجامعات الاوروبيه نعرفوا بالعمران الجزائري الامازيغي في الجامعات الاوروبيه الالمانيه والاسبانيه والانجليزيه الله يهنيك ويعطيك الصحه